السلام عليكم ومرحبا بكم الخوت في القناة ديالكم اللي هي امين اونلاين. المهم كما قلتوا لي شوف معنا كيفاش نصايبوا شي حاجة كدي بي. المهم هذه حلقة ثانية، في الاول درنا التسجيل، لما شفت التسجيل رجعوا عليه، تسجلنا في كدي بي امازون. دابا نشوفوا هذا كيفاش غادي نصايبوا اول بوك ديالنا. اختارينا اسهل حاجة ممكن تصايبها في البوكس هي كولورين بوكس، واخا اوكي. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا نمشيو نقلبو على شي كولورين بوكس، غنديرو هنايا كيندل، غنديرو هنايا مثلا كولورين، غنديرو كيدز ديال دري صغار ياك. كما قلنا الخوت كنا كنقلبوا على كولورين بوك ياك، شفتو شي كولورين بوك زويون ديال الكيتس مثلا. واش عطاني قومة هنايا، ولكن هادشي من لوجيستي اللي كان اوجيستري بيه، داكشي علاش. المهم ها هو شنو اهم حاجه ممكن نشوفو الداخل ديالو شنو فيه ياك. لكن اهم حاجه بغينا دابا دا قصص تصويريه ماشي كولورين بوك. كولورين بوك دابا المشكله هنا، فهمتيني؟ دابا شي زيب كود ديال يو اس، عطيني اليو اس نيت، وناخدو شي زيب كود، زيب كود مثلا، زيب كود ديال كاليفورنيا. يلا يلا عطيني هذا، خدمو حنا لا علاقة هنايا، لا علاقة مهتمينش بينا، ماشي مشكل. المهم إذا درنا كولوني بوك، نلقاو مثلا هذا سير الله. يس لوك انسايد. المهم باللونغ ستوك دا في داكشي ملون وفي داكشي ما ملونش. المهم بحال هكا، واخا بغينا معلومات عليه هاد الكولوني بوك، بغينا معلومات عليه. معلومات لي عليه وهذا 8.5 على 11، هادشي بالانش الخوت، بالانش. المهم اهم حاجة ندخلو مثلا الكا دي بي ديالنا، نشوفو شي معطيات تما كا دي بي امازون دوت كوم. شنو نوريكم كيفاش تشوفوا المعطيات، كيفاش تشوفوا لي طاي اللي كاينين كاملين. مثلا ندير مثلا سين ان، ها هو دخل عندي هنايا كاين هنا هاد الدوكيومونطيشن هادي ديال كيت ستارتد، ندخلو ليها ونديرو هنايا مثلا، نديرو هنا لا طاي، لا نديرو ديرو سايز، نعطي بالانجلي سايز. اوكي برينت اوبشن سير الله، ها مالي برينت اوبشن، فهمتيني؟ هما بالسنتيمتر هما بالانش. مثلا هذاك خينا شنو عطانا؟ عطانا 8.25، عطانا 8.5 في 11. واش بغيت لكم الخوت نخدمو عليها؟ انا بغيت نخدم على شي حاجة صغيرة ما نكذبش عليك في هاد المثال هذا، عرفتي علاش؟ حيت انا موجد واحد الفكرة في راسي، هاد الفكرة ما تجي لها في 6.9، ما تجي لها في 8.7، ما تجيب شي حاجة صغيرة. اما ندير 5 على 8 اصغر حاجة 5 انش، صافي هذا ماك. نمشيو نفتحو الستراتور ياك خوت، اللي ما عندوش الستراتور يتيشارجيه من هنا، والله الا تيشارجيتو انسترا ليا فري، ما فيه لا مالوير لا والو، نقي نقي.
ماشي كاع اللوجيستيالات كاملين كيتريشارجيو من هنا، ولكن كاينين شي لوجيستيالات كيتريشارجيوهم نيشان معتز دوت كوم دوت نت. ياك هذا انت مثلا الستراتور، كاينين لوجيستيالات فري، ولكن انا ننصحكم نجيكم من الاخر خدموا بداكشي اللي كيخدموا به الناس صافي. ها 64 بيت هذا هو اللي تيشارجيت، تيشارجي نتوما على حسب الكونفيكاسيون بيسي ديالكم 32 بيت اللي بغيتي صافي، نيشان تيشارجي فهمتيني صافي. ها هو ديريكت اونلود. المهم نفتحو الستراتور، ها هو عندنا هنايا، ولكن قبل الخروج اسمحوا لي نمشيو نقلبوا على التصاور ديالنا. ياك نديرو مثلا فري فيكتور، هاد كاين فري فيكتور بحال هكا، كاين فري بيك، كاين فيكتيزي. ياك دخل فيكتيزي، انا بغيت نصايب مثلا كتاب ديال الطيارات ندير بلين. جيونا الطيارات كما العادة، خصنا ناخد شي حاجة بسيطة بحال دابا هادي نشوفوها، هادي نوعا ما بسيطة ولكن ماشي ديال الدريسار فهمتوني، شوية شوية بروفيسيونيل. بغينا مثلا شي حاجة ديال الدريسار، كاينة هادي مثلا، كاينة هادي زوينة. كاينة او هادي دي تريسار زويونة، هادي اير باس كدا واعرة واعرة. هادي كاينة المهم في اكزومبل ديالي انا خديت هادي. اوكي خديت هادي، بانت هي مرسومة ما نتهدبش فيها شوية شوية وصافي فهمتوني اخوت، نقدر نبدل الفكرة في اي وقت. افكار قدامي هنايا، المهم الخوت صافي نمشي على هادي، عندنا فري داونلود و تيليشارجي. فري داونلود عطيك هنا جوج ديال الاختيارات، تختار فري ليسنس و صافي غاتيليشارج. ياك غاتيليشارجا تجيك هنا مثلا في داونلود، سير دير لها كونترول اكس ولا كونترول سي ولا كوبي ولا كوبي اللي بغيتي، و حطها مثلا في البروجي ديالك. ياك ملي تحطها في البروجي ديالك دير لها اكستراكت هير، اكستراكت هير فين هاد اكستراكت هاي، اكستراكت هير ولا اكستراير ايسي. ياك المهم من بعد ما طيرات خديت واحد الفكره واحده اخرى، يعني ديال كلاودز غيوم، حتى هادي ما كتجيش مع الغيوم ديالها. باش غيوم اختاريت هادي برو، لا بغينا حنا عفري، ممكن نديرو فلتر هنا بحال فلتر، نديرو فري ليسنس صافي باش منبقاوش حمقنا، بقا عطينا الفابور مع الغالي. كاين هادي زوينة، هادي هادي زوينة، المهم خاصها تتماشى مع الديزاين ديالنا. ياك اختاريت انا هادي زوينة، المهم الخوت من غير كلاودز اختاريت بيلدينغز غير احتياط. بيلدينغز كاين هاد مثلا هاد البيلدينغز هذا، نشوف كاين هاد البيلدينغز هذا زوين، هادي عجباتني فري ليسنس. كما قلت لكم الخوت تلقاو في الدولوت،
هادشي مثلا تحطو في البروجي ديالك ياك، دير له اكسترا اكسترا شارج ولا اكسترا اس سي. اوكي هيبان لك هاديك ماك اوس هي دابا عندك ما دير بيها. اوكي كاينة مثلا هادي شاف رجعت لنا اوتدور كوفي، نديرو arrange by type sort by type حسن. وكنخوت دابا نفتحو الستراتور ما مرخوتش، عرفتي شنو نقسم هاد الحلقة هادي يعني ندير نسد دابا هاد الفيديو ونتلاقاو مثلا في الحلقة الجاية احسن باش ما نطولش عليكم.